يسلموا ايديك يا ديانا. معناها سبب غيابك طول هالسنين كان هون معك. طول عمري كنت متخبي، ما كان بدي حدا يتعرف علي او يعرفني. ايه اصلا انت كمان ما عرفتيني، يعني اذا حضرتك ما عرفتيني كيف غيرك بده يعرفني؟ مرق سنين كتير يا زيدان، كيف رح اتذكرك؟ بس سمعت اسمك هون كتير، يعني سيامند. ايه هيك صار والله، بس بعد مو كل الناس كرهوني. يسلموا ايديك ديالا. صدقني الله كبير وما بينسى حدا، وبالاخص اللي بتكون توبتهم عن قناعة معقول ما يغفر لهم؟ بس انت هيك عم بتصر على غلطك هون زيدان، انت لازم تسلم حالك بسرعة للعدالة. ابدا، دم ابني، إذا ما انتقمت لأبني ومرتي ما رح سلم حالي أبدا. كل إنسان لازم يتحاسب قدام العدالة، أنت ما فيك تخلق العدالة يا زيدان، بهي الطريقة ما رح تحقق العدالة أبدا. مو بهالبساطة، أنا لسه ما خلصت يا ديالا، أكيد رح سلم حالي، بس هلأ مو الوقت المناسب. من بعد إذنك لازم روح هلأ، طارق بيكون باله مشغول كتير علي. طيب مثل ما بدك، أنا رح وصلك هلأ لأول الطريق، ورح بتلاقيني بمدخل الضيعة ببيت شاب اسمه مجيد لفترة قصيرة. إذا بدك أي شي ممكن تلاقيني هنيك. حملت خطيته لهالمسكين، والله العظيم شو ما عملت ما رح يسامحني أبدا. يلا خلينا نروح. يلا. دكتورة شو صار؟ وقف قلبه، جهزي لي جهاز أخي. حاضر أخي. يلا أخي. يلا يلا أخي. أدن. أبني. يا ربي دخيلة. يلا يلا وقف القلب، اتركه خلاص. أخي. لحد هلأ ما بيعرفوا عنا شيء، فعلاً ما بيعرفوا شيء. أهلين، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا أخي، شكراً لك. يلا اركب. الله يحفظك. وصلوا على البيت. كابتن مروان اصحك تعمل شيء، خليني ادخلك لعندي وبعدين لبسك ثياب ممرض، ووقتها فيك تتحرك وتعمل اللي بدك اياه. طلع قدامك منيح وما تخلي حدا يشتلق علينا. دكتور بدك شيء مساعده؟ لا شكرا لك يا اخي. بقى هيك الوضع، وأنا اليوم عندي مناوبة. بصراحة ما بيتمشى بالشارع من الشرطة والعسكر، وبعدين مع هالحالة بسببهم ما عم نحسن نشتغل شيء أبداً. هالماسكين واحد كتير مهم بالمشفى، ومو بس هيك، جماعة التنظيم هالكلاب عم يلفوا بالمنطقة بكل رياحة. واحد من الطرفين رح يقضي على التاني، بس نحنا خلينا نتفرج. ليلى
أنا أجيت يا ليلى. ما دام هيك صار نحن فينا نشوف شغلنا. خلينا نبلش من أضعف وأهدى حارة بهي المنطقة، وبعدين بحل ربك. أها. خير سعيد، لوين رايح؟ قلت بروح مع سالم أنا كمان. لازم أتعلم هاي الأمور، مو هيك؟ عفارم عليك ولا سعيد؟ حكيك مزبوط. بعد فترة قصيرة أنت اللي راح تعمل هاي المواضيع. سالم سمعتني؟ خد سعيد معك كمان. شو راح أعمل أنا هلأ؟ ليلى موجودة هنيك، دخيلك يا رب يساعدني. يلا سعيد خلينا نطلع، عندنا شغل كتير لازم نخلصه. تفضل. هيك شكلك تمام. وإذا حملت معك مواد التنظيف ما حدا رح يتعرف عليك أبدا. قادر أخي، ليش رحت يا أخي؟ لوين رحت وتركتني؟ لمين تركتني يا أخي؟ لمين؟ رح يعملوا أي شيء حتى ياخذوا البنت، لازم نكون جاهزين. فكر معي، نحن كل شيء سيء عشناه، واللي رح يحط حد لكل هاي الأمور هي هاي البنت. خليكي فيه لو سمحتي، حاول تهدي. لا تاكلي هم. تمام. كوني قوية يا أختي، كلياتنا على هالطريق. أنا كمان خسرت ناس كتير من عائلتي، بس جيت كرمال اخذك يا ليلى. امشي لاشوف، امشي معي ومن دون اي صوت. كابتن يوسف، ليلى ما لازم تبقى هون، التنظيم ممكن يعمل اي شيء. كل يلي مرق هون وانقاذ عائلتي ونشر غسيل هدول الناس الوسخين كلياته موجود مع هاي البنت. انت ارتاح ولا تاكل همشي، تعالوا. ممكن ناخذ ليلى على المديريه ساعه القائم مقام؟ الان ليلى رح تكون بحمايتنا. كل الاجراءات من عنا، يعني المنطقه هون تابعه لنا، بتوقع لازم تكون عنا، مو هيك ساعه القائم مقام؟ اي هيك. انت ممكن تروح لمقر المحافظه وتاخذ ملف قادر. بس اذا بتريد يا سيدي. ماشي، انا بهتم بليلى. ماشي. يلا شباب. أنسة ليلى، صار لازم نروح من هون. وعليكم السلام. تفضل يا أخي، خير إن شاء الله. أجينا لنجمع الزكاة. الزكاة رح تسلموها إلنا. شو عم تحكي يا أخي؟ الزكاة في إلها شروطها، بتتاخد من الغني وبتنعطى للفقير، نحن هيك منعرف بالعادة. شو عم تحكي ولك؟ انت بتعرف شو عم تحكي ولك؟ بس انا ما عندي قدرة ادفع زكاة بنوب. شو قصدك ولا؟ يا الهي عظلم، رح تطلع روح الزلمة بايده كرمال المصاري. شو قصدك يعني؟ نحن ما بنعرف الدين واصوله؟ ولك نحن اللي بنعرف كل شيء. شو يعني ما عندي قدرة ادفع الزكاة؟ هذا الولد جوعان؟ ها؟ جاوبني جوعان؟
بس فاتت المصاري على البيت وبس عبيت فطك بلقمة صغيرة معناها لازم تدفع. طلع بحالة هالولاد، حالتنا بالويل، زكاة شو اللي بدك ياها؟ انت شايف انه حكم ربك بالزكاة كتير؟ طلع فيني، بكرة آخر يوم رح أرجع، وإذا بكرة ما جهزت لي 1000 ليرة هذا البيت رح ينادي على روسكن، فهمتوا لك؟ رح أدو عليكن. يلا سعيد فوت يا ابني، امشي فوتوا لجوا، قوم انت التاني. تعا يا ابني تعا. والله شي بعصب، لهلأ ما أخذنا شي، هون ما في شغل بنوب، بالمدينة كنا نجمع منيح. أخي سالم خلينا نروح على المستشفى، هنيك الناس كلهم بيشتغلوا وعندهم قدرة على الدفع. أنت مو قلت إنه في إلكن رجال هنيك؟ إيه في، إيه والله حكيك مزبوط، هدول مجبورين يدفعوا لأنهم عم يشتغلوا وعندهم رواتب، مو هيك يا أخي؟ تمام، أنا رح روح ورح أقول لهم إنه المعلم جبار بعتني. أنت لا تعذب حالك، أحسن ما يشوفوك العسكر والشرطة، ماشي؟ عفارم عليك، فكرة حلوة، وأنا رح دور بالحارة هون، إذا بالفعل قدرت تجيب المصاري رح تكبر بعين الشيخ كتير. ليك الناس اللي رح تروح لعندهم هنن الممرضين رجب وموسى، وفي واحد هنيك اسمه كريم، وإذا ما عطوك شي أبداً قل لهم إخوانكم المسلمين بيسلموا عليكم ورح يفهموا عليك. يلا روح. ماشي أخي سالم، أنت ولا يهمك. اطلع يا أخي. أخ يا ليلى أخ، إمتى رح ينتهي الوضع؟ إمتى رح نخلص؟ ليلى اللي عم تعمليه غلط يا ليلى، وغلط كبير. بالشرايط في شغلات أنت ما بتعرفيها. بما أنه لهلأ ما حكيتي رح أقتلك قبل ما تفتحي دمك بحرف واحد، كيف ما كان يكون الشرايط ما رح تلتقى. العمى على الحظ. ليلى مشان الله احكي وين مكان الشجرة. اسمعي، اخوك ضاع من ايدينا، بس كرمال هدول الشرايط دفن حاله بالحياة. لو بتعرفي شو في جواتهم ما كنت عاندتي كل هالعناد. انا قلت لك يا دكتور انقذ لي اخي، بس اخي مات. ما تسألني شي بعد هلا، ما رح احكي ابدا. اسمعي، الوقت عم يضيع، عم يضيع من وقت هذا البلد ومن امنه ومن استقراره كمان، ونحن واقفين عم نتفرج. ليكي ابني هلا بين ايديهم، اذا ما بدك تحكي كرمال حدا على القليل ساهمي بانقاذ حياه هذا الطفل. انا بترجاكي انك توثقي فيني بقى. ليلى معقول مانك واثقه فيني؟ كيف بدي اوثق؟ ليش من اسبوع مو انتوا اللي سلمتوني لعدنان؟ بشو احلف لك انه ما سلمناكي، وليش لحتى سلمك له يا ليلى؟ نحن مختلفين عن بعضنا. ليش القائم مقام ما حكى شيء؟ كنا رح ناخذها اليوم. والله القائم مقام هو اللي حكى بلسانه، قال فرع المكافحة الارهاب حيتولى القصة عدنان ورجاله. انا فهمتك غلط يا طارق، قديشني غبي. امشي قدامي واصحك تحكي ولا كلمة. امشي. ديالا، ألف الحمد لله يا رب. كانوا عم يدوروا عليك بكل مكان، وين كنتي لهلأ؟
وقت التقويص اجى سيمندو ساعدني لحتى اهرب، بس وهو عم يساعدني انجرح. قلت له مشان يجي معي على المشفى مرضي، اضطريت اني ضل معه وعالجه. طب شو كنتي عم تعملي برات المستشفى بهداك الوقت؟ انا صايره عم بتوتر كثير طارق، انا ماني منيحه، بترجاك ما بقى تسالني شيء. بعدين بكفي انه الله حماني وما اجت ولا رصاصه فيني، لولا شوي كنت رح موت، انا كنت رح موت. خلص ديالا، الحمد لله على السلامه. اي كابتن يوسف. شو الملف مانو موجود؟ معناتها الخاين وقع بالفخ. رح نشوف تسجيلات الكاميرا لحتى نعرف مين الخاين. كاميرا شو هي طارق؟ اللي شوفي. اي ديالا، ركبتها عن جديد، ما حدا بيعرف فيها. هلا رح نعرف مين اخذ الملف. ديالا انت منيحة؟ انا بدي روح اشوف الدكتورة طارق. رح تروحي بكرة؟ ايه. أنا كتير تبهدلت بسببك، أنت دمرت لي حياتي. كان في كاميرا سرية محطوطة بالغرفة اللي فيها الملف. اهدي شوية كنتي، هذا الموضوع أنا حليته. لا يكن لك فكر أبداً. تمام، رح جيب الملف. برافو عليك رفعت، اللي عملته ممتاز. وهلأ أرجع لشغلك بدون ما يشتلق طارق. بخاطرك. من اليوم صار معي دليل كبير عليكي، هلأ رح نتسلى كتير مع بعضنا. كيف ضاعت التسجيلات؟ كيف؟ مو على أساس ما حدا بيعرف بالموضوع؟ اطلعوا لبرا، اطلعوا لبرا، ترفعوا لي البصمات فورا. حاضر سيدي. لازم نعرف مين هذا هو الخاين. أمرك. كابتن يوسف، بتعرف شو لازم تعمل كرمال ليلى ما هيك؟ لكن لك فكر. بدنا الإرهابية ليلى، بدي تسلموني إياها فورا. مع الأسف هاي البنت مو هون. شلون مو هون؟ مدام هيك وين محبوسة؟ بصراحة ما عنا أي معلومات. هلأ بنعرف. بعت لي رئيسك فورا. حاضر سيدي. خير، شو في؟ وين هاي الإرهابية؟ ما بعرف، القائم مقام مخبية. وانت ليش واقف هيك هون؟ يلا انتوا على شغلكم. ليك كون ناوي، لأنك صرت مدير الشرطة هون بفضلنا، وإذا كنت بدك تبقى بهذا المركز عرف لي وين مخبية وبأسرع وقت. ألو. قول، عم بسمعك. معناتها ما لهنيك ها؟ طيب أنا رح أهتم، وأنت فوراً خبر التنظيم، خلي الكل يتحرك. هدول الشرايط بدي إياهم بأسرع وقت. لما بتطلع فيكي بشوف سناء قدامي، هي كمان أم ولسنين طويلة ضحت كرمال ولادها.
خير ما عملتي يا بنتي. بس هلأ بدي منك شغلة تانية. لازم تعرفي لي وين محبوسة ليلى. من اليوم أنا ماني معكم. أنا كتير خايفة. لو شوي كان طارق أعرف بكل شيء. لا تخافي أبداً. طارق ما رح يصير عنده خبر بشي. بس إذا ما رح تكملي مع هدول الناس اللي عندهم صوتك على التليفون، وكمان صار عندهم تسجيل الكاميرا، إذا وصلوا هدول لقيت طارق بتضيع كل شيء. بس إذا اشتغلتي معي رح أخذ لك الإذن بإنك تشوفي ابنك بكل الأوقات. كتير حلوة هاللعبة. ماما أنت ليش ما عندك ألعاب؟ لأنه نحن كبرنا يا حبيبي، بس الأولاد الصغار بيلعبوا بالألعاب. تمام، أنا رح أعمل اللي بقدر عليه. فوت لك، رح أفضي هالمصدق في راسك. أيوة سعيد أفندي، خير إن شاء الله. الخير إلنا إن شاء الله، بس إلو مو خير أبدا. ترك لي اللعب مع الأولاد هلأ. أصدقائنا اتصلوا، ليلى مو موجودة بالمخفر، موجودة بمكان سري وما حدا بيعرفه أبدا. أنت ريح لي حالك، أنا حليته لهالموضوع. علاقته بالقائم مقام منيحة، رح يروح ويطلب يشوف ليلى ورح يعرف مكان الأشرطة، وبعدين شو رح تعمل؟ ها؟ رح تبعت لنا رسالة. وليش حتى أعمل هيك؟ رح تعمل هيك يا حلو كرمال البنت اللي بتحبها. وإذا ما عرفت اللي وين هدول الأشرطة رح نقتل ليلى وإنت وراها. رح تقتل بنت تابعة إلك؟ ليلى صارت كرت محروق وما رح يجينا منها خير. إذا حكيت وين الشرايط رح تنفوت، وإلا بقتلك إلك وإلها كمان. رح تبعت لنا رسالة بهات. يلا روح نشوف. سعيد ألو، ما عم تحكي أبدا. طيب ماشي، أنا جاي. لازم نعرف وين مكان الشرايط، نحن مجبورين. سيادة القائم مقام. سعيد، وين كنت مختفي؟ كان بالي مشغول عليك. لا تأخذني دكتور طارق، أنا كتير فهمتك غلط، شكيت بنيتك معي، بس هلأ عرفت أنك إنسان منيح. سعيد أنت أمانة برقبتي، إذا صار لك شي ما رح سامح حالي أبدا. خدني لعند ليلى، أنا رح أعرف منها مكان الشرايط كرمالك أنت. بس بعد هيك بدي ضمانة، رح تجوزنا ما هيك؟ وإذا اضطريت بتطالعنا لبرات البلد. أكيد يا سعيد، إذا خليتها تحكي وإذا ما حكت حتى أنا بعمل كل شي كرمالك. وإذا ساعدتنا وعطيتنا معلومات منها بهاي الحالة رح تكون ساعدت وطنك كتير. وأوعاك تفكر إنه هي مساومة. ماشي طيب طارق بيه. طيب تعال يلا.
أنسة إيناس؟ أهلا وسهلا. شو عم بيصير هون؟ ما في شي بيخوف بنوب. عم ياخدوا البصمات بالنسبة للملف اللي انسرق امبارح من هون. هيك لكان. طيب في شي نتيجة؟ لا لسه ما في شي، بس على حسب ما قالوا إنه فوراً رح نعرف مين أخده، ولا نحن عم ننتظر نعرف مين هو بفارغ الصبر. بصراحة أنا كنت جاية لأشوف طارق بس ما أنه موجود. يلا بجي بوقت تاني. الله معك. مبارح بالليل كان شغلك منيح كتير يا ديالا خانوم، بهنيكي. رفعت بيك أنت شو عم تحكي؟ ما فهمت. تعالي معي، بدنا نحكي أنا وأنتي على انفراد. لو سمحتي تفضلي. رفعت بيك تفضل، عم بسمعك. شو مفكر حالك عم بتساوي؟ مين مفكر أخذ الشريط مبارح بالليل؟ رح أحكي كل شي لطارق. لا 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 لا، إذا بدك أحكي له، بس نسيتي تفصيل صغير كتير. الشريط مو اللي سلمته بس، يعني أخذت لحالي نسخة كمان لوقت الزنقة. كيف؟ شو عم بيصير هون؟ بالوقت اللي بدك ممكن نوصله لطارق، بس إذا عملت اللي بدي إياه رح نكون رفقات. صرخي إذا بدك، ولو لي كمان. بتوقع رح يكونوا ما اشتغلوا بالبصمات ابدا، فكري منيح. يا اما طارق رح يعرف كل شيء او رح تكوني الي. عندك مهله يوم واحد، روحي وفكري، واذا عملتي اي غلط رح احكي كل شيء لطارق. ساعدني لأخلص من هالعصابة. لكان هون حابسينا ما هيك؟ ألو، بدي الجماعة اللي على الجبل، رح نزور قسم الحرس زيارة خاصة كتير، رح نهجم على مخفر الحرس. سعيد، انت كمان عم تشتغل معهم؟ ما لا ليلى، ليش عم تقولي هيك؟ انا جاي لهون كرمالك. اذا حكيتي وين مكان الشرايط، القائم مقام رح يبعتنا لبرات البلد، وسوا رح نعيش حياة آمنة. هو هيك قال لك؟ وانت صدقته ما؟ ولك انت امتى رح يصير عندك عقل؟ من اليوم ورايح ما بدي هيك حياة. شغلة تانية، ما بينوثق بكلام هدول الناس ابدا، لانه الدولة ما بينوثق بكلامها ابدا. ليلى، ليلى، الدولة اللي عم تحكي عنها جماعتك ما لها علاقة بالدولة منو. كل همهم انهم يوقعوا الدولة ببعضها ويهتموا بمصالحهم وبس.
إذا أنت ساعدتينا رح نظهر قدامك كل شي بهالشرايط هي للناس، وإذا ما ساعدتينا الله أعلم قديش بده يستمر الوضع على هالشاكلة. فهمتي علي؟ لا ما فهمت وما رح أفهم كمان. بالنسبة إلي الدولة واضح مين بتكون، بعد هلأ ما عاد فيك تخدعني أبداً. أنا بيلا أنا بتكون صحفية من برا، ولأن صورت الحقيقة يلي ما بدك تعرفيها أنت دخلت للعبة هي كمان، وهلأ عم نحاول نحافظ عليها آمنة هون. ليك هذا نفس الرجال يلي كان معكم بالاحتجاج، وبنفس الوقت هو عسكري عم يخدم الدولة، وكرمال هي الصور ما تصل للإعلام الدولي قتلوا السيد علي بإيديهم الوسخة. وهلأ أنت قلي لي مين الدولة هون؟ آه اللي قتلوا السيد علي ولا نحن؟ العوض بسلامتك يا أختي. بنتي كنتي، رح سميكي كنتي يا بنتي لأنه جوزك علي كان مثل ابني. آخ يا بنتي آخ، ريتني أنا متت ومو هو. الله عالظالم يا بنتي، لا تبكي مشان الله لا تبكي. الله راح يحاسبهم يا بنتي، خلي أمنك فيه كبير. لا تبكي، علي شهيد، هلأ بيكون بأحلى مكان. لو ما مات هو كان راح يكون ابني الميت هلأ، هو اللي أنقذه وانتبه عليه. الله ما راح ينساكم من رحمته يا بنتي، ما راح ينساكم. انتي وابنك بأمان الله يا بنتي. قولي لي يا بنتي أنا شو فيني أعمل لك مشان الله؟ خلاص حاش تبكي، ارحمي حالك يا بنتي. خالتي الله يخلي لي اياكي، ما تركتيني لحالي ولا يوم. زوجي علي كان يحبك كتير، هو عرفني عليكي، كان يعتبرك مثل امه بالضبط. انتي من ريحة علي، انتي غالية كتير. انا ما بعرف حدا هون، مصيبتي كبيرة يا خالي، الله يصبرني على الحمل الكبير. هلا فهمت ليش كان يحبكم، وبهالأيام السودة فهمت أكتر. دعي له يا خالي ودعي لي. دعوا له يا أخوان، يمكن الله يرحمه. يصبرنا. الله يرحمه. أهلا وسهلا فيكي بيناتنا. إذا ما عملتي مثل ما عم قلك كل شي رح ينفضح قدام الناس. لازم أخلص من هدول الناس، لازم أخلص من هالعصابة. يا رب يا رب دخيلك ساعدني ساعدني. خذ لشوف، هي رح تنفع كتير. ماشي لكان اتفرج وشوف شو رح اعمل فيهم. لا تلتهي يا مروان، اللي بدك اياه صار عندك، شعل النار قد ما فيك. ايه بالمناسبة موضوع اللاسلكي حليته ما هيك؟ ما تاكل هم، سويت اتصالات مبارح، لا رح يقدروا يسمعوا اللاسلكي تبعكم ولا رح يقدروا يتصلوا ببعض. انت ارتاح، كل شي تحت سيطرتنا. Thank you.
الكل صار هون؟ برافو عليكم، بظن انه عددكم كافي. جاهزين حتى نهد المغفر على رؤوس هالكلاب؟ جاهزين معلم. جهزوا حالكم لبحر الدم. يلا يا رجال الجبل انتشروا. يلا. كلامك كله كذب. أصلاً أنا شو مستنية من شخص عايش وكبران مع الدولة والعسكر؟ أنا ما رح أكون معكم وما رح هين شعبي أبداً. ليلى كرمال الله أهدي واسمعيني. ليكي هذا مو الطريق الصحيح، رح يقتلوكي. تعي نروح من هاي البلد. ولك أنت شو مفكرني آه؟ مفكر إني رح أنسى تار أمي وأبي وأخي وأركض وراك وين ما رحت؟ شو بموت كرمالك؟ إذا بدي أعمل هيك شي خلي الله ياخد روحي أحسن لي. ليش يا ليلى ليش؟ بدك تموتي يعني؟ يعني لازم يكون في دم؟ ليش الحياة رخيصة عندك هيك؟ إذا عنا بيت وعيلة نحبها كتير، إذا أكلنا لقمة سخنة ببيت لبتخرب الدنيا؟ والله هالأحلام مو إلنا يا سعيد، نحنا ما بيحق إلنا نحلم، ما بيحق إلنا، فهمت؟ منبطحاً منبطحاً منبطحاً. يلا ولك على الأرض نزل لشوف. يلا شو الوضع؟ عم يلعبوا كرة طائرة يا كابتن مروان. هلا أنا رح أفرجيهم الكرة الطائرة على أصولها. إذا حكت ليلى رح نعمل شغلات كتير بهدول الشرايط. الشغل اللي تركناه ورانا قبل 6 سنين رح نكمله. كل الناس وقتها رح تعرف حقيقة التنظيم وحقيقة هدول الجماعة. كلامك مزبوط يا سيدي. ايوه دروب دروب دروب. يسلموا هالإيدين يا علي. صحة وهنا سيدي الله يديمك. امتى تسريحك؟ بعد 15 يوم إن شاء الله. كتير منيح، ما ضل كتير، ألف مبروك. رح يرجع لأمه وخطيبته إن شاء الله. إمتى العرس علي عثمان؟ عالصيف إن شاء الله سيدي. أيوة لهون سيدي لهون. يلا يلا سيدي خذ هي لهون. ستري لعندي لعندي لهون لهون لعندي. ايوه لهون سيدي لهون. برافو عليك. ايوه يلا هات لهون هات. خدي ضربة حلوة. لك لهون لعندي. لا برافو راحت برا. برافو برافو عليكم. حلوة سيدي. كونوا جاهزين، بعد ما أطلق أنا رح تفتحوا النار فوراً. ماشي يلا زد لهون. أيوة أيوة برافو.